أوقفت السلطات المغربية الثلاثاء مشتبها به بعد قتل سائحتين سكندنافيتين في منطقة جبال الأطلس السياحية التي تلقى رواجا كبيرا لدى المتسلقين في جنوب المغرب. وبحسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية فقد تم توقيف المشتبه به في مراكش ووضع في الحبس الاحتياطي للتحقيق معه من أجل كشف دوافع الجريمة التي يشتبه في أنه ارتكبها.